كابتن علاء، يمكن من اسباب التفوق النهارده للنادي الاهلي على الاسماعيلي سيطرتك على وسط الملعب. يمكن لما كنا بنتكلم في بعض الاحيان انت كنت بتقول ايه؟ انا ما يهمنيش الطريقه، انا يهمني التنفيذ جوه الملعب. انت النهارده طريقتك من البدايه خالص، مش نص الملعب بس، بدايتك وشكلك مديك سيطره على نص الملعب. انا بقول لك، قلت لك النهارده بيلعب بثلاثه اربعه، وكل اللي انا بتكلم فيه ده النهارده وعاملين مستر مسمى عامل حاجه حلوه قوي، ان انت ضاغط الفرقه واخد الفرقه كلها لقدام. انت بتشتغل ورا خالص النهارده. النهارده انت كل لعبك انت من بدايه السنتر عندك، انت حمدي بدر يمين اشرف شمال، ادي الثلاثه، وكل كل بعد كده كل فرقتك معديه نص الملعب، نص الملعب بس معديه، مش معديه بعدد، معديه بعدد وكل الاماكن انت محتلها زي ما بيقولوا. فعشان كده كل الهجمه اللي بتعملها، يا اما بتعمل هجمه خطر حتى لو الكره الثانيه او ارتد عليك من الاسماعيلي، اسماعيلي بيعمل لا باص اثنين بتقطع منه، لانك انت عامل زحمه في نص الملعب، بس زحمه بذكاء كويس قوي، وما عندكش اي خطوره من فريق الاسماعيلي. يعني النهارده فريق الاسماعيلي خطورته شوطه في الشوط الاول من نجيب شكري، خلاص على كده ادي خطوره نادي الاسماعيلي. غير كده الشوط الاول انا عاجبني جدا عكس الشوط الثاني. الشوط الاول اخطاء تقريبا مفيش اخطاء، متحكم في 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 في, 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 في ادائك انت واداء الاسماعيلي. انا دايما بقول لك النادي الاهلي هو اللي دايما بيتحكم في ادائه. جبت يعني كلام حضرتك واسباب تفوق الاهلي والارقام واضحه. يعني لو شفنا مع بعض على الشاشه، الاهلي نسبه الاستحواذ 53% مقابل 47% الاسماعيلي. ده انا على فكره يعني انا فوجئت كمان ان الاسماعيلي 47%. لا هو جاله اوقات كتيره بيستحوذ، لكن استحواذ سلبي. انا بص ايمن معايا ثانيه واحده اتفضل. انا اول النسب دي اول حاجه، حته الاستحواذ دي لا تعنيني بشيء. يعني استحواذ 53 نادي الاهلي استحواذ ايجابي مؤثر جدا. 47 دول زي ما كان بيتكلم بلال دلوقتي مثلا تلاقي نصهم استحواذ سلبي. بص، التمريرات الصحيحه 417 من 503 في المقابل، الاسماعيلي 341 من 412. نسبتك عاليه طبعا. تصويب على المرمى طبعا نسبه عاليه جدا للنادي الاهلي، 12 منهم 5 على المرمى. نادي الاسماعيلي 1 من 4. الركنيات 7 للنادي الاهلي، 1 لنادي الاسماعيلي. حتى الارقام بتظهر تفوق النادي الاهلي. الارقام دي بص يا ايمن، بغض النظر عن الارقام، انت متفوق في طول المباراه. كل حتى يعني لو واحد دخل اتفرج على المباراه مش هيلاحظ ان ديانج اتطرد. ايوه مظبوط خالص، مفيش اي تاثر خالص. جبت بعديه تقريبا احمد عبد الله جاب الهدف يعني حتى من غير الهدف يا بلال، مفيش اي حاجه وضحت، مع ان واحد ما يعني لعيب كوره ناقص في مباراه دي بتفرق جامد جدا. مزبوط. انت لا، انت مش محسس ان الاسماعيلي زاده واحد، مفيش اي تفوق للاسماعيلي خالص. يمكن 47 دي بس جت زي ما بلال بيقول، ان بعد كمان الطرد هتلاقي نسبه عاليه قوي من استحواذ الاسماعيلي، بس استحواذ سلبي مفيش اي خطوره عليك. لكن الشوط الاول اتعمل حلو قوي، الشوط الثاني بعد نتيجه الشوط الاول الشوط الثاني كنا كل واحد تخيل سيناريو ان الاسماعيلي ممكن هيفتح الجيم ولا هيحافظ ولا هيقلق. الاسماعيلي ما عملش حاجه خالص، الاسماعيلي نازل نفس الشوط الثاني هو نفس الشوط الاول بس موجود بعض التغييرات. انت لا، انت سيرت الشوط الثاني زي ما انت عايز، زي ما انت بشكلك بطريقه لعبك بهدوء من غير اي حاجه خالص. اديت اوقات كتير اول للتغييرات اللي حصلت، والتغييرات كلها مفيده جدا. شفت عمار، كنت عايز اشوف عمار قبل كده كمان. عمار من لعيبه الكوره انا مقتنع بيهم جدا. نفس الكلام احمد عبد القادر، لعيب ممتاز خصوصا في الثلث الاخير، ولعيب هادي جدا وذكي جدا، وما عندوش رهبه ان هو لما ينفرد بمساك او بحارس المرمى بيعرف يتصرف كويس جدا وبيتصرف بهدوء. فانت عندك كمان كم تغييرات كتير قوي، واي تغيير هتعمله هو تغيير مفيد. انا بتكلم كمان على الفريق اللي بادئ والاحتياطي غير اللي مش موجود خالص في الفرقه. انت بتتكلم في كم لعيبه ما شاء الله كلهم جاهزين وكلهم مؤثرين جدا وكلهم عايزين يلعبوا. فانت ما عندكش مشكله حضرتك تقعد تفكر كده النهارده انا عايز العب ايه، عايز العب بفلان وفلان وفلان، تلاقيهم جاهزين وعايزين يلعبوا. اتفضل. لا انا عجبني كمان الروح قوي. يعني في لقطه يمكن اتمنى ان نجيبها على الشاشه كمان شويه. شوف في اخر المباراه جول احمد عبد القادر الرابع، وشوف رد فعل اللعيبه اللي على الدكه اللي ما نزلش جول ملعب. كله فرحان وكله مبسوط، لان انت اصل اللي بيجيب الجول ده او الناس اللي بتلعب مش هي اللي فرحانه بس، مش دول النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي كل الفريق ده اللي قاعد ده، وحتى اللي بره التشكيل خالص، هو ده دي اسمها كله فريق. فريق بيفرح في الفرحه، فريق لما بيحصل حاجه يبقى كل الفريق متاثر. لما بيحصل حاجه ايمن انا بقولش مثلا ده فلان وفلان، لا
فريق اسمه فريق النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي النهارده كسب 4، فريق النادي الاهلي النهارده هو اللي تعادل، فريق النادي الاهلي النهارده حصل مع اسمه فريق النادي الاهلي، اسمها روح الفريق، هو النادي الاهلي كده، دي حاجه ما حدش بيعلمها لحد على فكره، دي حاجه انت بتكتسبها او بتخش النادي الاهلي، موجود بقى في النادي الاهلي من الناشئين وطلعت او جاي من بره، دي اسمها روح النادي الاهلي، دي اسمها روح الفريق. عشان كده النادي الاهلي متفوق في حاجات كتير قوي، النادي الاهلي ما بيكسبش من فراغ، اسمه روح الفريق، هو ده الفريق اللي مثلا بيكسب كله فرحان، ما تلاقيش حد في النادي الاهلي بيحصل اي حاجه لا قدر الله وتلاقي لعيب فرحان خالص عشان ما لعبش مثلا، لا لا لا، الموضوع ده منتهى تماما، فريق النادي الاهلي هو بيكسب دايما كده في الافراح او بيحصل اي ضربات او اي حاجه، هو ده النادي الاهلي. لكن الشكل العام كله النهارده بدايه ممتازه للدوري، نتيجه عاليه جدا، اداء مقنع، اداء مقنع، بقالنا كتير ما شفناش الاداء، اداء مقنع جدا، ما فيش اي مشكله فيه، بغض النظر عن الاسماعيلي، ممكن يبقى الفرقه اقل من الاسماعيلي بس انت ادائك مش حلو، لا انت النهارده ادائك متزن جدا. النهارده اللي مساعدك حاجه بسيطه جدا في كره القدم، انتشارك كويس قوي في الملعب، تنظيمك برافو عليك، النهارده انتشارك ممتاز هجوميا ودفاعيا، ودفاعيا اكتر عشان انت ما كنتش بتدافع، انت بالظبط عملت حاجه بتمنى تكون مقصوده. النهارده باعت فريق الاسماعيلي عن مرماك بعيد قوي، اللي احنا حاجه اللي دايما بنتكلم كلنا في الاستوديو ان ليها دفع من ورا، فانت الخطوات اللي بتدافعها من ورا من لا، طب انا ليه انت بتقابل من قدام اللعيبه كلها وقافل المساحات، يعني انت كمان بتقابل الفريق الاسماعيلي من نص ملعبه وقافل المساحات كويس قوي، فانت الخطوره عشان توصل لعلي لطفي تاخد وقت كبير قوي. بمناسبه كلامك كان في كذا كوره في الشوط الثاني بالذات باين فيها قوي لما انت فقدت الكوره ان اللعيبه ملتزمه بحاجه معينه وكله بيرجع، دي حاجه ورا الكوره، دي صح، الكوره قدامه، ده مش الشوط الاول، مش الشوط الاول، هات اي كوره هتلاقي لعيبه النادي الاهلي كلها ورا الكوره، مش ورا الكوره مجرد ورا الكوره، ورا كوره، وتحس ان كل خط غير التاني، صح. يعني بيقابل ثلاث مهاجمين تلاقي بعد كده في اربعه قافلين نص الملعب كويس جدا جدا جدا. عشان كده بقول لك النهارده يا ايمن خطوره على علي لطفي، كلها كور سهله جدا، كلها كور عاليه، كلها كور متشافه، حتى حته لما بتضغط بس بعيد عن علي لطفي مفيش فيها مشكله.